السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو اليوم على جديد متاع ألدي وليدل، تبعوا الفيديو ان شاء الله. انا هذا الخبز فيغان كاتبين عليه كيف خبز فيغان. لهنا عندهم زيت الهامبورغر كاتبين عليه فيغان. هذا الهوت دوكس عندهم زيت فيغان، خبز الهوت دوكس. هذا البطبوط خبز متاع السميد فيغان كيف خبز التورتيلا فيغان. الكل فما أحجام مختلفة، الصحي والعادي فيه البيضة. الخبز التركي كيف حجمه كبير مكتوب عليه حلال. اليوم خبز متاع البانيني، هذا الخبز الصغير يتحط في الفور فيغان زادا. خبز الباجيت، هذا مال الصغار الكونفليكس كما لاحظتوا. الأغلبية المنتوجات مكتوب عليها فيغان في ألدي، هكا يسهلوا عليكم غير ما تقعدوا تلوجوا المنتوجات مكتوب فيهم كيف فيغان للصغار. هنا الموسلي، الشوفان، خبز الساندويتشات للريجيم كيف فيغان، سمح بصراحة برشا 89 سنت. شوفوا برشا حوايج ألدي فيها في وسط العالم الفيغان. شوفوا خبز حتى عادي، هذا الخبز حلو بنين برشا بصراحة الفطور الصباح. ساندويتشات حلوة، واحد أوميرو، هذا مال الريشيم كلهم حبوب. صراحة نشري منهم أنا ساعات، مطعمهم حاجة مقبولة أما صحي. هنا بارتي الحلو متاع الشوكولاتة والحلويات الصغار. Thank you.
الطماطم مازال غالي، اللي عنده تقريبا شهر شهر ونص ملي يسومو 3.39 أورو 3.60 أورو، مازال غالي. الأنواع الطماطم الكل غالية. سمح برشا للصغار تلمد لهم اللي يقول لو عب. هذوما ساري مع بعضهم، ساري البيت البانو هذوما بصراحة سماح. أنا واخذة منهم فيهم هذه الدبوسة وتعبي فيها وتمسح فيها الدار، سماح بصراحة. هذو مش نظف بيهم القاعة اللوح، سماح بصراحة مجربتهم الحق ينظفوا القاع اللوح. عندهم تقريبا تو 3 أسابيع يجيبوا في ديكور مزيان بصراحة، يعجبني هنا ديكور ألدي. عندهم الديزاين هذا، فما في الأكحل جايبين هذا مزادة. تقريبا كل شيء 10 أورو، هذو مرخاص 7 أورو، 6 أورو 99 سنت. فما زاد الشمع، فما هذا اللي 10 أورو سمحة بس خارج برشة. تولون الذهبي حق خارج برشة، أكثر من السيلفر أكثر من الفضي. ماشين متاع القهوة، نحب نشري ماشينة ما مازلت ما عنديش فكرة سمحة ما هي. ماشين متاع قهوة هذي ب70 أورو، فيها برشا أوبسيونات سماح بصراحة. ثم قوية الماشين، أروما ديفيوزر بصراحة سماح، شريت منهم برشا، عندي زوز واللوطة والفوق، سماح بصراحة للصالة حتى للكوجينة البيوت الصغار. تحط فيهم الأروما اللي تجم تشريها من دايم رخاص بصراحة، الوحدة ب1 أورو ولا أقل الأروما. فما برشا أرومات بنين كيما الفانيليا كيما السمت والأبفل، سماح بصراحة. هذه كولورها سمح، هما 14.99 أورو، رخيصة. أنا شريتهم من أمازون غاليين الحق، يحطوا الدار ريحتها بنينة ويعطروها ويعقموها. شوف محليهم للصغار الكندر جاردن ولا المدرسة، يخليوا فيهم الماكلة متاعهم واللمجة.
7 أورو. يعني هذا مش 7 أورو، هذا مرخص نورمال، مش بلاصتهم لهنا. أما سمح بصراحة، فما هكا وهكا. الحق تبش متاع قلتي يعجبوني، الحق يجيوني الكاليتي أحسن، حتى يعني متاع الفرش المخادد. زيدا شريت من عند المخادد، عجبوني للتو نستعمل فيهم. الحق الكاليتي سمحة، شوف إذا محليهم للدار ولا الكندر جارتن، سويمهم رخاص. عندهم زيدا يجيبوا برشا غير الكل، أسويمهم رخاص. هذوما بصراحة سماح، ما يدخلوش البرد، عجبوني. كي بحكم سومهم وكي تغزرهم في التصويرة تغسلهم يعني ستة، لكن ما مش ستة، ما مش رطب. الكاليتي مش حاجة بالباهية، بالحق باهية، مرخصين فيهم. اللي سمحة شريت منها لهنا سومة رخيص، أنا شريت يعني حاجة أخرى أغلى منها، شريتها في اللون الأكحل، فيها أوبسيونات وحيد أخرين، أما بالحق روعة. هذا برودوي مش نصفو بيه الزربيع بالشيتا متاعو، يعطيوك لهنا الشيتا 3 أورو سمو. هذا ينحي الكالكير في الكوجينة في الماشينات. هذا ما مواد تنظيف البيت البانو.
خلاص بس هذا بصراحة يجي تحت الكوجينة، تحت الخزانات متاع الكوجينة، سمو 6.99 أورو. سمح بصراحة، هذي ماركت ليدر فور 60 أورو. البارتي ديما مرخصين فيها الشوكولاتات هذا، الحق البارتي هذي ديما مرخصين فيها.
هذه تخدم بالأفكو. هذه خذيت منها في الأكحل، بصراحة روعة بالحق، روعة قوية قوية. جابوا منها في الأبيض تو، جايبين الماشين هذي تجم تطيب فيها سوب وتجم تعمل فيها سموثي. في بالي تجم تعمل فيها حتى معجون، هذي ماركة ليدل. كل شين ولا غالي، سيرتو الحوت هذوما غالي برشا. هذا فقط 100 غرام نص اورو و 19 غلاو في الاسواق.